المجموعة طبعا جسورة الحقيقة المجموعة. وأنا سعيد جدا بما صنعته الدكتورة صفاء بشأن ما يمكن أن يسمى أو ما أسميه أنا دائما بتحرير المعنى، يعني فعلا اللي هو تخليص إن النص هنا ليس معنيا بالمناسبة بمساءلة مثلا الواقع السياسي والاقتصادي يعني ليس معنيا بصخب، وده راجع لسبب عايز اقول له علاقه اصلا بكتابه التسعينات التي بدات من الامر، اللي هو فكره ان هذا الجيل في كتابه الحقيقيين ليس مشغولا بصخب الايديولوجيات الزائفه، واصلا ليس معنيا بهذا الصخب الزائف للايديولوجيا في الحقيقه، ليس معنيا بهذا الصراخ السياسي، ليس معنيا بهذا بفكره تقديم مانيفيستو ان النصوص تتحول الى مانيفيستو سياسي الى بيانات سياسيه شديده الحمق والبلاءه في الحقيقه. ليس معنيا وسعيد نوح ومن يدور معه في هذا المسار ليسوا معنيين بهذا الاطار. تنزل تعليقاتكم ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفكرة ما جدارة هذه المجموعة ويظل هذا السؤال حاضرا في الحقيقة، هل التيمات المطروحة داخلها، هل جسارة الطرح والكتابة، طيب أم هل التخلص من السقوف الواطئة التي وسمت قطاعاً من الكتابة أصبح متناً للأسف الشديد، قطاع يبدو محافظاً وتقليدياً. في الحقيقة إذا كان في أزمة بتقابل الكتابة المصرية دلوقتي فإن في الحقيقة في ردة، في فكرة، في مشكلة كبيرة إن في عودة لكتابة محافظة، لكتابة تقليدية، ودي واحدة من المشكلات الحقيقية اللي موجودة. طيب أم أن جدارة هذه المجموعة القصصية يكمن في طريقة الكتابة ذاتها؟ في الحقيقة كل هذه التصورات تبدو صحيحة، لكن الشيء الذي يميز حقا مجموعة سعيد نوح الصنف حكاية الملاك والصبية، والذي ربما يجمع حولها جمهرة من المتلقين المتعددين والمتنوعين كما أشرت، هو طريقة الكتابة نفسها. انظر الى ما الى ليس فقط التكنيكات ولكن حتى هي تلك الانتقالات المصنوعه بخفه بين المقاطع السرديه. انا يعني ساضرب مثالا تطبيقيا على هذا الامر حتى من القصه الاولى. في مقبره القصه الاولى اللي هي الصنف اللي بعنوان المجموعه باسمها. في مقبره صغيره تعرفونها يا احبه. في مقبرة صغيرة تعرفونها يا أحبة، تلك الموجودة على مبعدة من بيت العائلة القديم وبالقرب من مقام الشيخ الإلواحي، ذلك الذي لا تعرف له شفاعة على وجه الدقة، أريد أن أدفن حيث يمكن لي معرفة النائم بجواري، لا أحب أن يحيط بي مجهولون، لن أعيش دنياي الأخرى وسط أغراب، كما أني لا أحب أن أبقى وحيدا حين أموت. طيب أول حاجة انت لو نظرت الى هذا المقطع، هذا المفتتح السردي او هذا وهذه التقديمه الدراميه للقصه الانترودكشن، ستجد انها بتعتمد معظم قصص سعيد نوح اولا بتعتمد اسلوبيا على استخدام اسلوب التقديم والتاخير، وده واحد من بالمناسبه من الكلاسيكيات البلاغيه، لكن دي ملحوظه ربما هو نفسه لم يلتفت اليها، إنها تلاقي دايما ايه في منتصف المسافه وبعدين يحكي في مقبره صغيره على كذا، تقديم التبليغ ده هو مفتوح باللغه، ده واضح بالمناسبه، هو مولع باللغه وبالتنويعات الموجوده والحاضره فيها. طيب نقطه اختيار جمالي. طيب الاستهلالات السرديه عند سعيد نوح دائما هي ابنه لاختيارات جماليه، هذه الاختيارات الجمالية بتعبر عن هذه النزعة الفنية الحاضرة دايما في نصوصه. أنا بالمناسبة بالمصادفة لو فتحت أي صفحة وقرأت أول جملة في مفتتح القصص ستجد هذا الأمر. مثلا القصة الثانية، هناك في التوراة
من يخبرنا كذا. هناك برضو فكرة التقديم والتأخير من غير بيت يعرفه أو سرير ينام عليه من دون تأنيب وهكذا. دائما فكرة آلية التقديم والتأخير حاضرة في مستهل النصوص ويبدأ يبني عليها النص السرد. أيضا الانتقال بخير. طيب فضلا عن موضوع التقديم والتأخير سنجد أن هناك هذا الانتقال السردي، الانتقالات السردية ما بين المقاطع، هذه الانتقالات المصنوعة بخفة شديدة والحضرة مثلا في هذه القصة وفي كل القصص، يعني مثلا في القصة الأولى الصنف، الصنف الذي يبحث عنه السارد البطل والذي يجعل صديقه مجد الجبري يشتري علبة سجائر الأولى من منفذ بشركة الدخان بالجيزة. طبعا هنا الكاتب أيضا وده واضح أو متواتر في أكثر من نص بيستدعي شخوصا واقعيين في محاولة لما يسمى الإيهام بواقعية الحدث القصصي. وهنا مثلا بيعود إلى مجد الجبري، طبعا الشاعر واحد من أهم أو واحد من المركزيين في كتابة قصيدة ناثر العامية، واحد من الحقيقة الفاتحين في هذا السياق. لما بيتكلم على ده فبيتكلم بيشير إلى فكرة أتذكر صديقي العزيز مجد الجبري الذي اشترى علبة سجائره الأولى من منفذ بشركة الدخان بالجيزة ووجدها معمرة بالصنف. يومها صدق أحلامه وظل يشتري 3 علب كل يوم من أجل أن يملك حلمه للمرة الثانية، وبعد 15 سنة مات بالسرطان الذي ظل يقف أمامه في اليوم الواحد 3 مرات. وطبعا حتى الدمع النزوع الساخر هو في لحظة ما تصادف أن علبة السجائر اشتراها لم تكن فارغة، فبيعتقد أن ده أمر سيحدث دائما لكنه لا يحدث أبدا. وبعد 15 سنة الاكتمال المأساة والانتقالات اللي بتكلم عنها، اللي هي الانتقالات بالمناسبة مش بين جمل سردية، ده الانتقال ما بين حالات إنسانية من السخرية الشديدة والمفارقات المرعبة دي لحد المأساوية ان هذا الشخص نفسه بيموت بالسرطان بعد 15 سنة. الفكرة دي طب احنا امام وعي جمالي هي حساسية فنية في الحقيقة، نحن امام حساسيه. يعني احنا هنا بالمناسبه لسنا امام، انا يعني بصراحه سعدت جدا بجمله بكلام الاصدقاء وخاصه الجمله التي طرحها صديق العزيز الروائي حمدي ابو جليل حول فكره، وكان بيتكلم على فكره البناء اللي هو الكاتدرائي ده، التشييد. هو هنا فعلا مش معنى بالتشييد، لكن هو ابن يعني بدرت الكتابه دي جزء أساسي منها الحساسية الفنية، وده جوهر كتابة سعيد نوح في الحقيقة وجوهر مجموعته القصصية.